والتغيير اللي جاي والإصلاح اللي جاي من التواصل الاجتماعي الشعبي من الفيسبوك. نحيي الحاضرين. نحيي كل الإطارات المشاركة في هذه الوقفة الشعبية. وقفة جاءت في إطار هذه المعاشات ديال الوزراء وديال البرلمانيين. واحد النوع ديال الريع اللي
باسم المواطنين، باسم الشعب المغربي، باسم كل الأحرار ديال هذا الوطن، نحيي الحضور الكريم. وقفة شعبية، وقفة شعبية انطلقت من الشعب، والكلمة للشعب. الشعب يريد أن يقاطع كل أوكار الفساد، الشعب يريد أن يقاطع كل أنواع الريع على الحكومة وعلى البرلمان، أن يعي على أنه إذا كان يمثل الشعب فعليه أن يتنازل عن هذه عن هذا التقاعد، عن هذا التقاعد الذي لا يكرس إلا خدمة الفساد. رجائي أن يعي المسؤولين هذه الوقفة الجماهيرية، على المسؤولين أن تأتي في إطار الحراك الذي يعرفه الشباب المغربي ضد المعاشات وضد الأجور الضخمة التي يستفيد منها المحظوظين من الطبقات الاجتماعية في المغرب. ويرى الشباب المغربي الذي دعا إلى هذه الأشكال النضالية عبر ربوع الوطن أنها خيالية وسقفها يتجاوز كل الأجور عبر العالم، ونطالب كشباب مغربي بإسقاط هذه المعاشات وإعادتها إلى حجم تستجيب للشروط الموضوعية نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما خرج الشباب للاحتجاج ضد الاستفزازات السياسية التي يقوم بها بعض البرلمانيين الغير المسؤولين، وفي خاصة في تقييم هذه الأجور والإعلان على أنها مجرد 2 فرنكات، علما أن هذه الأجور تعيش بها العديد من الأسر في المغرب، كما أن هزالة المعاشات بالنسبة لبعض المتقاعدين الموظفين والعمال البسطاء لا ترقى إلى مستوى لا تستجيب لتغطيات الحاجيات اليومية للمواطنين البسطاء. ومن هنا معنا اليوم واحد الوقفة احتجاجية اللي دارت في ساحة ديال التحرير، انطلقت على الساعة 6:00. هذه الوقفة احتجاجية اللي هي جات من انطلقت من الفيسبوك عبر واحد النقاش اللي مفتوح على الصعيد الوطني، كيهم المعاشات ديال البرلمانيين والوزراء، اللي هي صراحة معاشات خيالية. وعلى إثر هذا النقاش هذا اللي كان مفتوح على الصعيد الوطني، تم تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية اللي هي بداية ديال مجموعة ديال الأشكال النضالية إلى غاية إسقاط معاشات، واللي وصفتها واحد الوزيرة وصفتها بجوج ديال الفرنك. وشكرا جزيلا. شكرا. وغادي نقلدو الى تحقيق هذه الدوله هذه، واكيد ان الامل الكبير المواطنين اللي جاوا لساحات التحرير من اجل تحرير هذا الوطن من الريع.